يسأل عن شرح لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل والزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق. الإجابة على هذا السؤال، رسولنا صلى الله عليه وسلم أعطى في هذا الحديث الذي هذا جزء منه مجموعة كبيرة من التوصيات فيما يتعلق بالتعاون وبالتآلف وبالتآخي بين المسلمين، وأن لا يتعمد أحدهم جرح مشاعر الآخر بما يسوءه وبما لا يريد أن يوجه إليه نفسه. فعلى كل حال يعني فلا بد أن يكون هذا، ومن ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والرواية الثانية: ولا يسوء، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا على سوم أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن يكون والله أنا أتيت وسمت بضاعة عندك، وهذه البضاعة مثلا سمتها بمثلا 1000 ريال أو نحو ذلك، فأنت قبلت وقلت: لا بأس، أنا بس أبنتظر هذا. فأنت الآن أعطيتني يعني قول مبدئي في أنك موافق. لا يجوز لمن يسمع هذا يأتي ويقول: أنا بعطيك 1100 زيادة. بل على كل حال طالما أنك يا صاحب السلعة رضيت بهذا المبلغ وطلبت انتظار، فينبغي له ألا يتدخل فيما بينكما. بل على كل حال إن تبين له أنه الآن انتهى ما بينهما بعدم الوفاق على البيع، فيمكن أن يدخل ويزيد أو يشتري أو كذا، أو على كل حال يناقش ويفاوض صاحب السلعة. وإن كان إن تم الوفاق بينهما، فلا يجوز أن يدخل وأن يفسد ما كان بين الطرفين من اتفاق. أحسن الله إليكم وأثابكم. لسائل آخر: ومثل نعم. هذا ومثل هذا خطبة الرجل على خطبة أخيه. نعم. يعني تجده مثلا يعني تقدم إلى جماعة أو إلى رجل وعنده بنت وخطبها منه، وقال: والله إن شاء الله سنتأمل، نعطيك مثلا الجواب بعد يوم أو يومين أو كذا. فلا يجوز لمن يسمع هذا يأتي ويقول: وأنا كذلك أخطبها منك، واختر أي ناشئ. فعلك فلا ينبغي له، بل ينبغي أن ينتظر حتى ينتهي أمر هذا الخاطب الأول. فإن انتهى برفض فتقدم أيها الخاطب الجديد الثاني، وإن انتهى بزواج فالحمد لله، ويرزقك الله أيها الخاطب الثاني.